سننطلق إن شاء الله في هذا البرنامج اللي اخترنا له اليوم بعض الرمزيات الأساسية اللي تعبر على هويتنا وتعبر على توجهاتنا وتعبر على أصالتنا. وإن شاء الله اليوم إخواني أخواتي تكون هذه الانطلاقة المباركة لهذه الحملة من أجل أن نبين للجزائريين جميعا الفرصة وفرصتنا اللي راهي أمامنا في هذه الانتخابات الرئاسية. احنا حملنا شعار وهذا الشعار عميق، هو فرصة، فرصة لكل الجزائريين والجزائريات. إن شاء الله اليوم إخواني أخواتي نبدأ هذه الحملة الانتخابية بهذا الرمزيات وبهذه القضايا اللي تعبر على عمقنا وعلى انتمائنا وعلى توجهاتنا، وإن شاء الله راح نكونوا متعاونين في هذا المسار، هذا الرجال وهذا النساء وهذا الإطارات وهذا الكوادر وإخواننا اللي راهم معنا في حركة النهضة، وكلنا راح نتوجه إلى الشعب الجزائري نطلبوا دعمه ونطلبوا نصره. مشروع فرصة، هذا المشروع هو مشروع أصيل، بدأ من مكان تاع 22 اجتماع 22، ثم بعد ذلك مقام الشهيد الوفاء للشهداء، ثم بعد ذلك ساحة الحرية للتعبير على التضامن والتكفل التام بالحرية. ولذلك هذا الرمزيات هي دلالات كبيرة في برنامجنا، هي رموز لبرنامجنا، هي إطار لبرنامج فرصة اللي هو فرصة لكل الجزائريين والجزائريات إن شاء الله للإقلاع نحو جزائر صاعدة. التعهدات اللي تعهدنا بها نوصل الى اقتصاد متنوع، الى اقتصاد اجتماعي حر يحقق للجزائر ان شاء الله الكفايه والاكتفاء، ويحقق للجزائر انها تتحرر من الريع البترولي، ويحقق للجزائر نمو اقتصادي كبير، ويجعل الجزائر دوله صاعده.